كل الأحزاب والكتل السياسية تتحمل مسؤولية الفشل. إذا السيد الكاظمي فشل فهم اللي جلبوه، وإذا السيد الكاظمي نجح في حكومته فالنجاح يحسب لهم. ولكن إحنا نعرف كل زين إن هي تجربة توافقية، يختارون رئيس وزراء يجلبوه ويترأس عمل هاي الحكومة. هم رئيس الوزراء السابق هم من جلبوه، هم يتحملون مسؤوليته. ولكن أنا برأيي الشخصي إن السيد الكاظمي يعني استطاع أن ينملم الأمور، استطاع أن يخلق علاقات خارجية جيدة متزنة مع دول المنطقة. هي علاقات تبادل المصالح والمنافع بين البلدان، وليس علاقات تدخل في سيادة العراق وبالشأن العراقي الداخلي، وخلق علاقة إيجابية ما بين السعودية وما بين إيران وما بين تركيا، وكذلك مع الانفتاح مع دول العالم. فأعتقد أنه يجب اليوم على تحالف الإطار التنسيقي أو تحالف إرادة الدولة، إذا ما أرادوا النجاح فعليهم أنه يحكونا بالأمور الإيجابية اللي تخدم المصلحة الشعب العراقي. يعني إحنا إذا أريد نحاسب الفاسدين، وإذا أريد نرجع على الأموال اللي هدرت طيلة السنوات السابقة منذ عام 2005 من تولي أول حكومة عراقية ولحد اليوم، إحنا راح نلقى يعني احنا ما شفنا كتل او احزاب سياسيه اليوم جابت وزير او جابت مدير عام. اي حزب سياسي اليوم جلب وزير او مدير عام، اذا هو فاشل او فاسد خلي يعترفون، يقول هذا الوزير والله تابع للحزب الفلاني وانا جبت اليوم خطا وافسد وفشل وانا اليوم اريد احاكمه واريد احاسبه وهذا ما يمثلني. احنا ما شفنا يعني مثل هكذا مبادرات يعني البعض يقول